هل يجوز للإنسان أن يستخدم شقيقة أو شارك الصلاة في بيته مع إصراره على ترك الصلاة؟ هل يجوز أن يستقبل شقيقه تارك الصلاة في بيته مع إصراره على ترك الصلاة؟ هذه مسألة تختلف. إذا كان المستقبل نفض يده من شقيقه يعني أيس منه يأس منه فينبغي أن لا يستقبله. أما إن كان يرجو أن يهتدي بسبب متابعة أخيه له بالتذكير والنصيحة فأولى أن لا يقاطعه. فالمسألة إذن تختلف من إنسان آخر. فإن كنت قد يأست منه فأعلم العداء له مقاطعته لعله يرجع إلى الله عز وجل ويتوب، وإلا استقباله وتذكيره ونصحه يكون أولى وأولى.